أنا النقاش عندي دائما مفتوح بصراحة. الشيء اللي هام جدا أن لازم تكون صراحة، ياك كي نقول يكون صراحة معناتها كي تتفقوا على نقاط ما تتصرحش من بعد وتقول باللي أنا ما شاركت في 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 هاد النقاط. وناخذ فقط المثال تاع لو بولتان تاع لافيرتيسمون و لو بلام اللي تناقشناها في جويليه، والمجموعه اللي كانت يعني متنصبه مع كل الشركاء الاجتماعيين تناقشوا واتفقوا باللي بيداغوجيا لما في ثلاثي الاول دير بلام تلميذ هو دخل باش يتعلم ودخل باش ياخذ المعرفه فتهبط له المعنويات تاعو. قلنا هادو زوج لو بلام لافيرتيسمون نعملوا نطلبوا الاساتذه باش يعملوا ملاحظات. نعم ملاحظات. دونك هذا يبين باللي كنا مع بعض، ومن بعد تتفاجأ لما تلقى بعض النقابات تقول لك احنا ما شاركنا ما درنا. دونك لازم هما يتكلموا على لادورت باش النقاش يكون جد. باش يكون جد لازم دو لوغ بار باش لما نوصلوا للإجماع يتفقوا عليه وما يتصرحوش بصفة مضادة على النقاط اللي تكلمنا عليها. أولاً